بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير حلم الموت للحي والبكاء عليه للعزباء والرجل في المنام. فإذا كانت الفتاة العزباء هي من ترى نفسها تبكي في المنام بسبب وفاة شخص مجهول، فهو دلالة على انفصالها عن حبيبها للتو بسبب الظروف المادية أو عدم توافق الطباع فيما بينهم، وبالتالي تشعر بالفراغ العاطفي من الداخل. وفي حال عدم ارتباطها ورغبتها في تفسير حلم الموت للحي والبكاء عليه، فهو إشارة إلى العيش حياة مضطربة نوعا ما بسبب الظروف المادية التي تمر بها وتفقدها القدرة على إيجاد شخص يناسبها بتلك الظروف. وعند رؤية تلك الفتاة، أي الفتاة العزباء، وهي تبكي على خطيبها بصوت مرتفع، فذلك إشارة إلى مواجهة الكثير من المشاكل مع ذلك الشخص بسبب تحكمات والدته أو عدم توافق المستوى الثقافي والاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي تتأثر حالتها النفسية بذلك وتجهش بالبكاء، مما يجعل العقل اللاواعي يخزن تلك الصور على هيئة أحلام ورؤى. وفي حال كون الفتاة ترى في منامها البكاء على أحد الأقارب أو الأصدقاء، فذلك دلالة على زواجها منه في وقت قريب، وبالتالي تشعر بالفرح والسعادة. وبالنسبة لتفسير حلم الموت للحي والبكاء عليه للأعزب، فهي إشارة إلى الارتباط بفتاة طيبة يتعلق بها لفترة ما من الوقت، وفيما بعد يحدث انفصال أو قطيعة فيما بينهم، وتتسبب هذه القطيعة في الشعور بالحزن. وإذا كانت الفتاة هي من ترى ذلك، أي أنها تبكي من أجل حبيبها، فذلك يعني ترك صاحب الرؤية الفتاة التي يرتبط بها بسبب سوء سلوكها، وبالتالي تشعر بالحزن حيال ذلك وتبكي حتى تعود إليه من جديد. وأما إذا كان الشخص تمت خطبته بالفعل ورأى ذلك، فهو دلالة على شدة قربه من حبيبته ورغبته في تأسيس عش الزوجية سريعا لكي يتمكن من الزواج منها في أقرب وقت. وإذا كان هو من يبكي بحرقة على خطيبته، فتلك إشارة إلى تصاعد حدة المشاكل والخلافات فيما بينهم، وبالتالي أدت إلى انفصاله عنها، وبالتالي يشعر بالحزن وكأنه فقد شخصا ما. وقد تدل أيضا على وفاة خطيبته بالفعل وشعوره باليأس من إيجاد شريكة حياة أخرى تناسبه. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وشكرا لكم على المتابعة.